ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوف حريقة في محل لبيع التجهيزات الإلكترونية والخسائر كبيرة. اندلع حريق زوال أمس الأربعاء تاني غش الجاري في محل لبيع التجهيزات الإلكترونية بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الحريق الذي تجهل أسبابه أتى على محتويات المحل بالكامل قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه. هذا وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات نشوب النيران بالمحل الذي تكبد صاحبه خسائر مادية فادحة. في عاجل ومباشر الان كما تشاهدوا معنا جدادة كبيره الان تقوم بها عناصر الوقايه المدنيه بمعيه يعني الساكنه ديال اسك الجور هنا في محل لبيع التجهيزات المنزليه. في هذه الاثناء كما تتابع معنا مثل هذه المباشره يعني كما تشاهدوا معنا الان يعني الوقايه المدنيه الان تستعين بشاحنه اخرى باش انه يتم إخماد هذا الحريق اللي اندلع الآن هنا بمحاميد بأسك الجور كما تتبع معنا في هذه اللحظات متتبعين يعني تدخل حازم للوقاية المدنية. وكذلك تشوفوا بأنه المواطنين اللي يحاولوا أنهم يساعدوا العناصر الوقاية المدنية كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات باش أنه يتم يعني إخماد هذا الحريق في أسرع وقت ممكن كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر الآن في هذه اللحظة. يعني تنعرفوا بأنه مدينة مراكش تتعرف واحد درجة حرارة مفرطة للغاية، ودائما كنا دائما تنبهوا المواطنين وتنبهوا يعني في كل مباشر خصوصا المدن الداخلية يعني مثل فاس مكناس مراكش يعني والمدن الأخرى تتعرف دائما ارتفاع في درجة ديال الحرارة أنه خص دائما الانتباه بخصوص يعني التماس الكهربائي يعني بخصوص ما يخص وما يهم الاشياء اللي ممكن انها تسبب في يعني ارتفاع يعني التماس الكهربائي يعني بحال الشارجور بحال يعني الامور اللي تقدر انها تكون خطر تشكل خطر على السلامة وصحة المواطن بصفة عامة. يعني تنعرفوا انه مدينة مراكش هذه الايام كانت درجة حرارة كبيرة، تشوفوا هذه الاضرار اللي لحقت بهذا المحل للتجهيزات المنزلية بما فيها من المكيفات بما فيها من يعني من الثلاجات. تشوفوا هذه الخسارة الكبيرة الآن الفادحة اللي كبدها هذا السيد هذا يعني المواطنين يعني كل شيء تجند باش أنه يساعد ويسام في يعني إخلاء أو يعني هذا المحل هذا متواجد بأسك الجور في هذا الأثناء. يعني يعني درجة الحرارة يعني تخونة الله يحسن العوان العناصر الوقاية المدنية اللي ما زالت يواصلوا المجهودات ديالهم من خلال ضخ المياه عبر هذه الخراطيم الكبيرة. في هذه اللحظة تشوفوا هذا العدد الكبير، تشوفوا الآن يعني العدد الكبير ديال التجهيزات اللي ضاعت يعني بما فيها آلات ديال التصبين، تشوفوا المكيفات الهوائية، تشوفوا يعني المحل يعني ضاع فيه كل شيء. الله يحسن العوان صاحب هذا المحل يعني ما شاء الله هادشي اللي قسم الله واش اللي كتبوا عليه الله بطبيعة الحال. فدائما كما سبق وذكرت من خلال كل مباشر انه تنطلبوا المواطنين بالحيطة والحذر، يعني اي حاجة عندها علاقة بالكهرباء او ارتباط بالكهرباء او شي حاجة اللي تقدر انها تسبب اندلاع الحريق باي شكل من الاشكال ان خص يكون يعني الانتباه فيها في المزيد خصوصا في الوقيته في هذا الوقت اللي تكون فيها السخونيه يعني تكون يعني باش تكون يعني الوقيته باش تكون
يعني الوقت فاش تكون تدخل الحال يعني درجه الحراره مرتفعه يعني خص الانسان ان يعني ينتبه قدر الامكان وقدر المستطاع. حسب المعلومات التي توصلنا بها الان المتتبعين خلال المباشر ربما انه تسرب ديال الغاز ديال احدى يعني الثلاجات يعني الثلاجات تشوفوا حضر السلامة. انت تشوف هذا المجهود اللي تيقوم به يعني الخطوره لا سير الخطوره دائما تتلاحق العناصر اللي وقع المدنيه لانه الان كاين واحد التدخل سريع وكاين الاجهزه باقي ما تشوفوا معنا يعني كاين واحد التدخل سريع الان ديال العناصر الوقايه المدنيه والقوات المساعده. شنو صاحبي هذا كما تتابع معنا متتبعينا من خلال المباشر يعني مجهودات كبيره الان تقوم بها عناصر الوقايه المدنيه باش انه ضخ المياه بشكل كبير في داخل هذه الاجهزه هذه باش انه يتم اخماد هذا الحريق هذا يعني مجهود كبير الان. خصوصا انه حسب ما توصلنا به من معلومات الان فربما انه التسرب ديال الغاز ديال الثلاجه احدى الثلاجات كان سبب في اندلاع هذا الحريق الان في هذا المحل ديال التجهيزات المنزليه هنا باسك جوب المحمي. عاد تشوفوا هذا الكم الكبير ديال الخسائر اللي لحقت بالمحل حتى المواطنين يعني كاين المواطنين اللي تيساعدوا الوقايه المدنيه على اخلاء المحل وكاين المواطنين يعني اللي تيزيدوا الطين بله بهذه العباره يعني تنشوفوا بانه يعني الاكتظاظ اللي ما كاينش عنده مبرر يعني كاين زعما بعض المواطنين تيجيو انهم فقط للفرجه في حين انهم باش يقدموا شويه المساعده ولا انهم يعني يساعدوا على الاقل يعني يعطوا واحد المسافه ديال الامان خصوصا انه راه ممكن انه خطر في اي لحظه الحق باي مواطن هنا لانه كاين تسرب واحد الغاز بشكل كبير ففي اي لحظه ممكن انه يتم اندلاع الحريق بشكل مفاجئ وبالتالي هذا يعني يكون سبب يعني في اصابه احد المواطنين يعني الله يحسن العوان الوقايه المدنيه يعني قايمه بواحد المجهود كبير باش انه يعني يتم اخماد الحريق والسيطره.